ولذلك لم يمنح تصريح من نقابة المهن الموسيقية حتى يتم التحقيق معه من نقابة المهن التمثيلية التي هو عضو بها وموافقتنا لنتيجة التحقيق. ايه هي المخالفات اللي ارتكبها محمد رمضان؟ لا هو طبعا التعهد اللي مضى عليه في النقابه وكان ملتزم بيه قدامي انا لما كلمني انه الملابس هتبقى الى حد كبير يعني معقوله مش هيبقى